لكم أعزائي، اليوم أريد أجاوب على سؤال تبارك اللي قالت: منين استمدت زينب سلبي قوتها وقوة شخصيتها؟ قاعد حب كبير لحضرتك وفخورة إن أنت عراقية. شكرا جزيلا. وأنا فخورة إنه أنا عراقية. بس حبي لكل العراقيين وغير العراقيين والعرب وغير العرب والعالم كله. إذا ما عرفتوني لحد الآن، أنا عندي حب كبير كبير للعالم كله، وما عندي فرق بين جنسيات والأديان والجندرات، الرجل والنساء، وما هم الشخص هوية الشخص. من وين جتي قوتي؟ بالبداية حقيقة جتي من أمي، اللي كانت تعلمني لما أنا كنت صغيرة، كنت مراهقة، كانت تقول لي وبحماس إنه لازم تكونين قوية، لازم تكونين معتمدة على نفسك اقتصاديا، لا تخلين نفسك في موقع إنه أنت معتمدة على إنسان ثاني اقتصاديا. وقالت لي أهم شيء إنه لا تخلين أي أحد يتكلم معك أو يعاملك بطريقة خاطئة. أنا كنت مراهقة بهذيك الأيام، يعني كان عمري 13 سنة هيك شيء. أقول لها أوكي ماما، أوكي حسوي هيك، بس ما أنا أعرف ليش تقول لي هيك وتقول لي بانفعال، ودائما مو بس مرة أو مرتين، بس دائما تقول لي لازم تكونين قوية، لازم تعتمدين على نفسك اقتصاديا، وهكذا. ومرت الأيام وجيت على أمريكا، وكان أول مرة أترك عائلتي وأكون وحدي. جيت عن طريق زواج، اللي ما كنت أعرف الزوج، كان زواج تقليدي. ولما جيت بأمريكا ووحدي بدون أهلي، وما كنت أتكلم مع أقدر أتكلم مع أهلي، كانت حرب الخليج الأولى، قبل الحرب الخليج الأولى، بس صار رأس الحصار. وشرفت نفسي موقع أو موقف إنه أنا كان أحد يتعامل معي بطريقة خاطئة ويتكلم معي بطريقة خاطئة، واللي كان زوجي الأول. وأنا كنت يعني صغيرة بالعمر، 19 20 سنة، يعني حضارتنا الكل يقولون اقبلي هالشي، انه هذا جزء، انه لازم تسمعين كلام زوجك ولازم تسمعين اللي يقوله، وسوي لي يفرضه عليك. ف بعاداتنا وتقاليدنا كان علي انه اسمع او اتقبل مهما كان تعامله معي. بس امي قالت لي طول حياتي لا تخلين احد يلمسك بطريقة خاطئة، لا تخلين أحد يتكلم معك بالطريقة الخاطئة، لازم تكوني قوية، لازم تكوني معتمدة على نفسك. أنا بأمريكا بنفس الوقت، أنا بأمريكا مع أحد يعاملني ويمسكني بطريقة خاطئة، ومع أنه هو زوجي بس طريقة خاطئة، وما عندي فلوس، ما كان عندي فلوس. حقيقة كان عندي أجمع اللي يعطيني بالأسبوعية، مش عسم يعني، مصروفاتي الصغيرة، كان يعطيني 20 دولار بالأسبوع، واللي هو لا إشي. وبديت أجمعها، ورا كم شهر صار سوى بيا شي كله مش تعرف بعقلي، إنه ما حد قايل لي إذا أحد يسوي بيك هيك هذا خطأ، بس أعرف إنه ما المفروض أحد يلمسني بطريقة خاطئة، ومهما كان هذا الشخص، حتى لو بتزوجني بالحلال وقدام الله، ده بالنسبة إلي ما أي شخص أي حق إنه يلمسني أو يلمس أي امرأة أو أي شخص بطريقة خاطئة، حتى لو كانت العلاقة علاقة زوجية. ولا صار شيء كلش مو زين بالنسبة إلي. رحت وبكيت،
وبكيت 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 ساعات، وأقول إنه هذا خطأ، هذا خطأ مو قليل، هذا خطأ كبير، خطأ 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 خطأ. وهي قصة طويلة حقيقة، بس ثاني يوم خليت غراضي، ملابسي، شنطة صغيرة، وكنت مجمعة 400 دولار، وطلعت من البيت. قصة كبيرة كيف طلعت، كاتبة كتاب علي أنا الموضوع، بس طلعت من البيت، طلعت عندي 400 دولار، شنطة صغيرة بالملابس، بلد غريب، وأهلي بالعراق. ولما طلعت حقيقة اكتشفت، أولا لما واحد يملك صوته ويملك حقه، حتى لو ما عندنا فلوس أو طاقة قوية أو استقلال مادي، الناس يجون، في ناس طيبين بالحياة، في ناس طيبين بالعالم، والناس يجون، والناس سوي بهذه اللحظة بحياتي، والناس سوي بغير لحظات بحياتي أيضا، وساعدوني، طوني صديقة أمي، طتني مكان أنام بي، قريب من عائلة، يعني قارب بس من بعيد، ساعدني ألاقي شغل، وبديت شوية 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 بحياتي ب400 دولار، وبنية شابة وحدها بأمريكا وبدون عائلتها. وقررت هذاك اليوم أنه راح أبني نفسي بنفسي، وراح أصنع من حياتي شيء، وراح أوقف على رجلي من وحدي. وفي يوم من الأيام راح أساعد غير نساء يسوون نفس الشيء، لأنه ما في حاجة لأي امرأة أنه تقبل الظلم أو تقبل العنف، العنف الجسدي، العنف الكلمات، أو العنف الجنسي. ما في حاجة لأي امرأة، ما متطلب من أي امرأة أن تقبل بهالموضوع. فبديت حياتي من الصفر، من كنت مدللة معززة في بيت أهلي إلى من الصفر ببلد غريبة، وجوي أنا أسميهم ملائكة، ناس غربة ساعدوني، عائلة إيطالية طتني شغل، قمت أبيع كروتة بالمكتبة، لقيت شغل محل ملابس أبيعها، وشوية شوية 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 بديت أبني حياتي شوية شوية، خطوة 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 خطوة. وبعد مرة الأشهر والأيام والأسابيع والسنين، وعرفت على شخص أنا حبيته اللي هو زوجي الثاني، وقفت على رجلي. وهذاك الوقت شفت إنه أنا أقدر أوقف على رجلي. كل الطلب مني إنه أقرر إنه ما أقبل عن الظلم بحقي، كل هذا اللي طلب مني إنه ما أقبل على الظلم بحقي. وقدرت أوقف على رجلي، طولتني تقريبا 3 سنين وصعوبات، بس كمان شفت ناس طيبين وقفوا لي، فصرت أآمن إنه بالحياة يجوز صعبة، بها صعوبة كثير الحياة، بس أيضا الحياة بها جمال، وجمالها يجي مو بس من البيئة. تعرفون أني أحب البيئة وأحب الأرض وأحب الزرع، بس جمالها يجي من الناس، في قلوب حلوة جميلة جدا جدا جدا، وقلب وقلوب طيبة، وأني شافت هواي قلوب طيبة، وشفت هواي قلوب مو طيبة، بس القلوب الطيبة، الناس الطيبين يبقون الأمل بحياتي، يبقون الأمل إنه ممكن الحياة تصير حلوة. فهكذا بديت حياتي من الصفر،
ولما سمعت عن ظلم غير نساء ببلد ما أعرفها أنا، اللي هي كانت البوسنة قبل 27 سنة، قلت أني أقدر أساعدهم. هلأ أنا عايشة في دولة تسمحني أن أتكلم بحرية، وتسمح لي أنه أعبر عن نفسي بحرية وبدون خوف، وعرفت أنه أقدر أوقف على رجلي، وما في حاجة أقبل الظلم. فخليني الآن، حسيت أنه عندي مسؤولية أن أساعد نساء آخريات، حتى لو ببلد أو بأديان أو ما أعرفهم، مو شرط أعرفهم، مو شرط أعرفهم على مود أساعدهم. إنه مسؤوليتي كإنسانة شفت الخطأ في حياتي، وهسه صار عندي القابلية أن أسوي شيء أو أتكلم بدون خوف، فلازم عندي مسؤولية أن أقف لجميع الناس اللي ما يقدرون يحكون، اللي يخافون يحكون. وهكذا بديت منظمة نساء من أجل نساء العالم. بالبداية الكل ضحكوا علي، الكل كان يقولوا لي إيه، روحي جيبي لك شغلة محترمة، روحي جيبي لك، روحي اشتري بيت سيارة، عليش انتي متعبة نفسك ومتبدين منظمة من أجل النساء، يعني ما تعرفيهم أصلاً. بس أنا هذا كان مشيت بحب قلبي، أنا كنت أسوي من قلبي مو من عقلي. لو من عقلي كان أخذ بقيت بالمكتبة أو بيع الملابس وأسوي فلوسي والحمد لله، وأشتري بيت صغير وعندي زوج حباب وسيارة صغيرة، وها هي كان هذا. بس أنا ما ردت هذا، ردت أتابع شنو قلبي، ماذا قلبي يريد. وقلبي كان يريد أنه أكون أساعد وأوقف على لحقوق النساء، مهما كان هم مين هم أو وين هم. فاتبعت قلبي وبديت من الصفر بدون خبرة عملية، بدون أي أشوف ساعة دي سجل هذا لولا أعتقد يسجل أوكي، بدون خبرة عملية وبدون أي فلوس أو أهل يمي، وبديتها من الصفر. بس زوجي ساندني، زوجي الثاني ساندني ووقف وياي، وهذا مهم جدا إنه أكو أحد يساندكم. مهم 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 جدا لما واحد يكون عنده أحلام، مهم واحد يكون عنده أحد يسانده. فزوجي ساندني، سوري زوجي ساندني، وبديت أساعد 30 امرأة ورا سنة سنتين، صارت 600 امرأة، ورا 10 سنين صارت 300,000 امرأة، ورا يعني هسه أكثر من 20 سنة صار أو تلاس يا 500,000 امرأة. ساعدنا 500,000 امرأة، وبدأ شيء من حلم بسيط وبدون فلوس وبدون تجربة، من حلم بسيط. بس اللي عرفت أنه أسمع كلام قلبي وتبعت قلبي، ورحت بحروب وشفت الظلم. احنا بالعراق عندنا ظلم كثير، بس في ناس ثانيين عندهم ظلم كثير أيضا، وشفت الظلم. بس شفت الأمل، الناس الطيبين اللي يقفون بنص الظلام ويكونون نور، نور بنص الظلام. وهذول الناس خلوني أبقى أساعد أساعد، حقيقة رفعت تبرعات من كل أنحاء العالم، خصوصا من النساء من أمريكا، هاي حقيقة. ناس ما كانوا أغنياء، كانوا هيك بسطاء، وقالوا كلهم بس ساعدوني، ساعدوا هذول النساء، ساعدوا هذول، وجمعنا ملايين الدولارات ووصلناها بإيد النساء من البوسنة، من كونغو، من العراق، من أفغانستان، من نيجيريا، من كل أنحاء العالم. وكل ما سافرت واجهت شيء يخوف، عرفت لما أشوف اللي شيء يخوف بدل ما أخاف منه وأندار وأرجع لي ورا،
بديت أواجهه لي للأمام وما أخاف منه. وكل ما واجهت الشيء اللي أخاف منه طلع ما يخوف هواية. يجوز فترة يخوف، فالنقطة تخوف، بس مو شرط هواية. ودائما أطلع من الطريق الثاني أقوى. كل ما واجهت الشيء اللي أخاف منه وأنظر له بعينه أطلع من الدرب الثاني أقوى. لما كنت شابة بالعراق يعلمون البنات إنه لازم تمشون وتنصون رأسكم وتنزلون عينكم على الشارع. وأكو بنات غاشي هيجي يمشون وأني هيجي أني أمشي هيجي قوتي وبحبي ما نزل رأسي، ما في حاجة نزل رأسي. اللي يريد يتحارش بي يقدر ينزل رأسه، بس أني ما نزل رأسي ولا حاجة إنه أشوف أنوثتي. أنا هيك ما محتاجة أشوف أنوثتي، أنا أعرف أنوثتي، أعرفها بقلبي بداخلي بكل مشاعري. فقمت تغيرت من إنه أكون شابة ما في شيء هيجي مستحية إلى شابة، إلى إنسانة تمشي أعرف من أنا وممنونة لربي. وهالقوة جتي مو إنه جتي هيجي أنا خلقت قوية، جتي لأنه القوة إنه تجي من واحد يجرأ أن يواجه مخاوفة، ويجرأ أن يوقف لأحلامه، يساعد أحلامه ويطبق أحلامه ويطبق أحلام قلبه، بدل ما يخاف ويخاف 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 من حكي الناس أو حكي العالم أو الفشل أو أي شيء. ومسارة حياتي نجحت وفشلت، نجحت وفشلت، نجحت وفشلت. ما يهم، أهم شيء لما واحد يواجه قلبه حقيقة، أهم من القلب لما واحد يواجه ربنا. وفي نقاط بحياتي أنا واجهت ربنا، التفكيري أنه يا ربي حاولت أنا كل شيء، حاولت من كل قلبي أمشي مسيرتي بحقيقة وبصراحة وبدون كذب، وحاولت من كل قلبي أعطي اللي أعرفه للعالم، اللي أعرفه أنا للعالم بصراحة. فهذا صار سؤالي الأكبر، لما أموت، لما اللحظة اللي تجي أن أواجه الموت أريد أواجه الله وأقول يا ربي أنا حاولت كل جهدي. ما أريد أواجه الله وأقول لو أنا ما بسوي هيجي، لو بسوي هيجي، لو حاولت هيجي، شوف أنا أموت وما عايشة حياتي. فآمن واحد يعيش حياته كل يوم، كل يوم مثل ما يقول لقلبه. وهذا سبب أعتقد أنه كيف صرت قوية. مو قوية يعني أعتبرها، القوة أنه أواجه، أواجه قلبي، القوة أن أواجه الحياة، القوة أن أواجه مشاعري أو مخاوفي، القوة أن أتكلم حقيقتي أمام الكل حتى لو الكل كانوا أقوياء وأقوى مني. يجي يوم من الأيام الحقيقة تطلع. ما في حاجة واحد يخاف من اللحظة، إذا تحكون الحقيقة، إذا واحد يحكي الحقيقة ويعيش حقيقته أو حقيقتها، رح تجي الأيام اللي تثبت إنه هاي تسوى، تسوى بالنسبة لي. أرجو أن يساعدكم هذا الجواب. شكرا، كل حبي لكم كله.